إذا رجعنا معكم مشاهدينا وراح نكمل مواضيعنا في شاي طحى. جهود كبيرة لمنتسبين وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والأمان بدولة الكويت وتطبيق كافة القوانين والقرارات، خاصة منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد-19، ولأن اليوم راح يبدأ الحظر الجزئي اللي أقر من قبل مجلس الوزراء لابد أن احنا أكيد نلتزم، وأيضا في استعدادات لوزارة الداخلية. التعرف عليها أكثر يصيرنا نحن نستضيف بالاستوديو العقيد عبد الإله العبد السلام، مساعد مدير عام العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. صباح الخير ويعطيك ألف عافية. صباح النور راح فيكم وفي الأخوان المشاهدين، وسعدنا صراحة أن نكون معكم متواجدين اليوم إن شاء الله. وأكيد وإحنا أكثر بما أن دائما لكم جهود كبيرة أكيد لوزارة الداخلية منذ بداية جائحة كوفيد-19 وقبل جائحة كوفيد-19، ولكن بشكل مكثف في هذه الفترة، يعطيكم ألف عافية على الجهود المبذولة أمانة، يعني خصوصا لأن هذه الفترة تحتاج إلى تضافر الجميع وكل الجهات وأيضا المجتمع الكويتي، خاصة لأن يكون ملتزم بالقرارات ويساعدكم، لأن فعلا قاعدين تقومون بأعمال جدا كبيرة ومجهود مضاعف. شكرا لكم. الله عفو. طبعا هذا واجبنا، ومثل ما ذكرتي هو الجمهور المواطن الكويتي والمقيمين على هذه الأرض. نعم. تعاونهم هو يعني أول خطوة في تطبيق هذه الإجراءات، هو تعاون المواطنين والمقيمين. نعم، نقول ساعات يعني قليلة تفصلنا عن بدء الحظر الجزئي، وأكيد في استعدادات كبيرة من قبل وزارة الداخلية. ودنا في البداية عقيد نتكلم عن هذه القرارات. طبعا راح يسري إن شاء الله الحظر الجزئي في البلاد من الساعة 5 مساء اليوم إن شاء الله إلى 5 صباح يوم غد إن شاء الله. مثلا ما أعرف إن يمكن كلنا مرينا في هذه الحظر، مرينا في حظر جزئي من قبل وحظر كلي وحظر عزل مناطق. يمكن الكل في الكويت متعود على هذه الإجراءات، راح يكون هناك في نقاط في مختلف مناطق الكويت، مداخل ومخارج المناطق، وأيضا دوريات في داخل المناطق والطرق السريعة لفرض هذا الحظر، وطبعا التأكد من تطبيق هذا الحظر. لن يسمح لأي شخص مثلا خلال هذه الفترة في الخروج. قطاعات وزارة الداخلية جميعها راح تكون الميدانية، ويستندها القطاعات الإدارية أيضا راح تكون إن شاء الله متواجدة في جميع المناطق الكويت لفرض هذا طبعا الحظر. ونتمنى دائما من إخواننا المواطنين والمقيمين الالتزام في هذه التعليمات، الالتزام في عدم الخروج إلا لضرورة خلال فترة الحظر، أيضا خلال الفترة اللي فيها السماح. إحنا قاعد نتكلم على مرض والوضع صحي، وهذا الحظر حظر صحي وليس حظر أمني. صحيح، وخصوصا ان في اشخاص مثلا في هذه الفتره قبل الساعه 5 العصر تطلع تقول قبل لا يتم تطبيق الحظر الجزئي، ففي ناس تبي ترجع البيت بسرعه ويصير يمكن في كثافه بالطرق، فودي نتكلم عن هذا الموضوع اكثر. متى لازم الواحد يحط في باله انه هو يرد البيت اذا كان طالع مثلا للضروره؟ صحيح، الحين خلال فتره يمكن من المرات السابقه خلال الحظر يكون في ازدحام في الساعات الاخيره للحظر. نعم. احنا كلنا عارفين الساعه 5 راح يكون في تطبيق الحظر وعدم الخروج. عندك انت ساعات معينه، عندك بيتك بعيد، انت تاخذ الوقت اللي يسمح لك انك انت تصل الى البيت بدون ما انت تكسر هذا الحظر وتعرض نفسك للمساءلة القانونية. ساعة ساعة ونص قبل الحظر خلاص توجه إلى البيت، توجه إلى وتعاون مع إخوانك رجال الداخلية علشان ما تسوي ازدحام برا وسبب ازدحامات خارج المنطقة، تقول والله أنا ما بداني أوصل البيت عشان هناك في ازدحام. الإعلان واضح من مجلس الوزراء أن من الساعة 5 يتم تطبيق الحظر بالمناطق، حظر التجول، يعني أنت ما تقدر تطلع، أنت برا البيت، أنت عندك بيتك بعيد، لازم تاخذ لك ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، على حسب انت وين فيه، بحيث انك تتوجه الى البيت، بحيث تبتعد عن كسر الحظر والتعاون مع اخوانك رجال الداخليه. فاناشد اخواننا المواطنين مره ثانيه ان تعاونهم معنا ساعات تفصلك عن الحظر، خلاص توجه الى البيت، وقف طبعا اعمالك الى ان شاء الله وقت السماح في اليوم الثاني لاستكمال اعمالك واستكمال مشاويرك. نعم، وبالتاكيد احنا نتمنى من الجميع الالتزام من خلال برنامجنا اليوم، من خلال التعليمات والإرشادات الدائمة اللي توصون فيها السادة المشاهدين. طيب بالنسبة لبعض الأشخاص ممكن تكون في حالة طارئة، خلينا نقول أثناء فترة الحظر الجزئي، إذا ما قدر أنه هو يسوي إذن أو تصريح خروج،
شنو تعاملكم مع هالنوعية من الحالات الطارئة، مثلا حالة طارئة إلى المستشفى وغيرها؟ طبعا هناك في إذن خاص يقدر ياخذه خلال ساعتين من الموقع، يمكن إذا الأخوان يحطون لنا على الشاشة هذا الموقع من خلاله يقدر ياخذ إذن ساعتين بحيث أنه يذهب إلى المستشفى، وأيضا حتى لأخذ المسحة وأيضا أخذ التطعيم والظروف الطارئة إسعاف مريض، يقدر ياخذ منها ياخذ هذه اللي هو التصاريح. إذا كان هناك في ظرف طارئ ومثلا شخص ما أسعف الوقت أنه ياخذ هذا التصريح، أو يقدر يتصل على 112. احنا خصصنا أكثر من كاونتر في 112 لتلقي مثل هذه الطلبات المستعجلة والطارئة خلال فترة الحظر، بحيث أنه يصدرون له باركود ويساعدونه لإصدار هذا الباركود الخاص فيه لمثلا هذه الحالة الطارئة، ويتم طبعا مراجعتها من قبل المختصين في وزارة الداخلية في العمليات لإصدار مثل هذه التصاريح المؤقتة حسب الظرف اللي يكون فيه. نعم عقيد، أنا ودي أتكلم عن نقطة وايد مهمة. بالسابق أثناء فترة الحظر، أكيد وهذا الشيء ما هو جديد في دولة الكويت، وأنه يطبق الحظر الجزئي، في بعض الأشخاص اللي خذوا التصاريح أنهم مثلا يروحون إلى المستشفيات، لابد أن تتأكدون أن الشخص وصل إلى المستشفى. ودي أتكلم عن هذه الآلية، ودنا نوضحها للسادة المشاهدين منذ البداية علشان الناس تكون عندها هذا الوعي الكافي. طبعا أي شخص يأخذ مثل اللي ذكرناه التصاريح هذه المؤقتة ويبي يعني يروح الى اسعاف مريض او الى المستشفى او الى مسحه، هناك في من خلال الابلكيشن خاص في اللي هو النظم الهيئه العامه لنظم المعلومات المدنيه، انه يوثق حضوره في المكان اللي وصل له، يوثق حضوره في المكان اللي وصل له. اي شخص يستخدم هذا التصريح في بشكل غير صحيح راح يعرض نفسه للعقوبات. عندنا التصاريح هي نوعين، نوع تصاريح مؤقته وتصاريح دائمه. التصاريح الدائمه للمؤسسات الحكوميه وايضا الخاصه اللي من شانها تسيير العمليات في البلاد، مثل الشركه اللي هو اللي عندهم اللي هو الصحيه، مثل اللي هو الفارمسي، مثل الصيدليات الصيدليات والمواد الغذائية، هذه كلها تحتاج إلى تصاريح دائمة خلال صحيح. الفترة أي استخدام خاطئ لهذه الباركودات الدائمة أو المؤقتة راح يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وبالتالي يحال إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأي شخص يأخذ مثلا يقول والله أنا أبي، مثلا في بعض الإخوان للأسف واجهناها خلال الفترة الماضية، إنه يأخذ تصريح يقول والله أنا بروح المستشفى، ما يروح المستشفى، يروح يزور صاحبه ولا يقعدون في تجمع، او انه ما يستخدمه لغرضه، هذا راح طبعا يسجل عليه قضيه كسر حظر ويحال الى المحكمه وعقوبته شديده، يعني العقوبه مو هينه خلال الفتره. وما تسوى ان واحد يبي يقعد لساعتين وثلاث ساعات في يزور احد انه يواجه مثل هذه العقوبه. ومثل ما ذكرنا احنا بالبدايه، نحتاج تعاون المواطنين معنا، تعاونهم مع الاجراءات. احنا قاعد نسهل مع جميع المؤسسات، الدوله تحاول تسهل هذه الاجراءات، راح تحاول تسهل الاجراءات على المواطنين والمقيم، بحيث انه يقدر انه يتم جميع مثلا المشاوير الضرورية خاصة في وقت الحظر بدون ما يسبب ازدحام، وبدون ما يعرض نفسه للخطر ويعرض حياة الآخرين لخطر الإصابة في هذا المرض. نعم، والجميل بالموضوع أن احنا لنا دور في المجتمع، دورنا كبير، بأن المسؤولية أصلا هي مسؤولية مجتمعية، أن التزام الشخص بالإجراءات والتعليمات الصحية، بقائه في المنزل وعدم المخالطة وعدم التجمعات، هذا كله نقدر نسويه، لكن يحتاج إلى وعي كبير وتفهم من قبل الجميع، أن لحد يقول أنا خذيت اللقاح وراح أطلع ما عندي أي مشكلة، لكن لازلنا إحنا في مرحلة جدا حساسة ومهمة. كما ذكرت عقيد، أن الالتزامات بالاشتراطات وأيضا بالنسبة للبقاء في المنزل أمر جدا مهم. في بعض الناس للأسف ممكن تجتمع بالدواوين وتظل موجودة إلى طبعا بعد وقت الحظر. حتى هذا الموضوع احنا منتبهين له في وزارة الداخلية. احنا من الفترة الماضية منع التجمعات ليس بجديد، يعني مو مع الحظر، منع التجمعات جاء في قرارات سابقة من مجلس الوزراء بمنع التجمعات سواء للاحتفال ولغيره والعروس ولغيره وغيره. وزارة الداخلية فضت العديد من هذه التجمعات خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الاخوان، طبعا حتى الاخواننا المواطنين والمقيمين يتم ابلاغ
عن هذه التجمعات يتم التعامل معها. وعندنا احنا فرق خاصه منتشره في جميع اللي هو مناطق الكويت لرصد مثل هذه التجمعات والتعامل معها وفضها واحاله من يقوم على هذه التجمعات لجهات الاختصاص لتوقيع عقوبات عليه. يعني حتى الشخص اللي ممكن يتجمعون ناشد الاخوان المواطنين، اذا كان هناك اي احد يشوف ان هناك في تجمعات ممكن يتصل على 112 ويبلغ عن هذه التجمعات اللي تسنى لنا ومتابعتها وفض هذه التجمعات. بالإضافة إذا ما قلت ليش اللي هو هناك في فرق خاصة بوزارة الداخلية تقوم بضبط مثل هذه التجمعات. بالنهاية إحنا نرجع، يمكن هي حلقة نرجع مرة ثانية للتعاون، يمكن نتكلم على إجراءات. بالنهاية نحتاج تعاون المواطنين، تعاونهم معنا، وعيهم في خطورة الموقف اللي إحنا فيه، خطورة الوضع الصحي. حظر التجوال ما فرض إلا لوجود خطر صحي على المواطنين والمقيمين على هذه الأرض. إذا ما تعاوننا مع بعض طبقنا هذه الإجراءات راح نواجه صعوبة. إحنا يعني راح نضطر آسفين حقيقة أن إحنا نوقع عقوبات أو أن نحيل أشخاص إلى جهات الاختصاص لتوقيع عقوبات عليهم. العقوبة يمكن اللي ما يعرفها هي المقررة في القانون رقم 8 لسنة 69 هي 10,000 دينار كويتي غرامة، وأيضا سجن لستة أشهر أو بإحداثين عقوبتين. غرامة كبيرة ممكن يتواجهها الشخص في بسبب كسره للحظر او استخدامه لتصاريح بخطا او لجميع اي لكسر اي تدابير احترازيه تقرها وزاره الصحه لمكافحه مثل هذه الامراض. نعم، القرارات والقوانين جدا واضحه ووصلت المعلومات للجميع، فاي شخص الحين ما يقول انا ما اعرف او انا ما كنت. مرينا في مرحله، مرينا في مرحله سابقه، مرينا في مرحله تجربه حظر جزئي، ومرينا في حظر كلي وحظر مناطقي. الكل عنده خبره في التعامل مع هذه الاجراءات اللي ما هي اجراءات جديده، هي مرينا فيها من قبل. الكل المفروض انه ياخذ الموضوع بجديه، الوزاره الداخليه ماخذ الموضوع بجديه، التعليمات واضحه من سيدي معالي وزير الداخليه ووكيل وزاره الداخليه لجميع القطاعات بتطبيق هذه القوانين وتطبيق جميع الاشتراطات الصحيه وتطبيق هذا الحظر على الجميع. يمكن ودي انوه على شغله، حتى يمكن خلال حسب قرارات مجلس الوزراء خلال فترة الحظر حتى ما راح يسمح للأشخاص بالتجوال سواء مشي ولا كاري ولا أي ممارسة نوع من رياضة مثلا. إيه نعم، ما عدا الذهاب إلى وقت الصلاة إلى المساجد مشيا على الأقدام. تتوجه إلى المسجد، يعني ما تتوجه إلى الديوانية، يعني راح يكون هناك في دوريات مباحث منتشرة في يعني انتبهوا مشاهدينا. نعم بالضبط، في هناك دوريات منتشرة، الإخوان في المباحث متواجدين في جميع المناطق لرصد مثل أي تجمعات محتملة للمواطنين. انا اقول يعني اللي فعلا ما زال يصر على التجمع في هذه الفتره، ما زال يصر على، يعني يحتاج الى مراجعه نفسه، مراجعه قراره بانه والله انا بتجمع بسكر على الباب. هناك في خطر، هناك في مرض قاعد ينتشر بشكل سريع، قاعد نشوف الارقام الكبيره اللي خلال الفتره الماضيه اللي قاعد نشوفها، وبسببها تم فرض مثل هذا الحظر. نرجع نقول حق اخواننا المواطنين واخواننا المقيمين على الارض، تعاونوا مع رجال الداخليه لتسهيل هذه المهمه ان شاء الله، بحيث ان نقدر ان احنا نتجاوز هذه الازمه ان شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله تكون 4 أسابيع فيها التزام من قبل الجميع المواطنين والمقيمين، وايضا يكون في وعي كافي بالنسبه ل خلينا نقول الارشادات الوقائيه والصحيه وعدد التجمعات وغيرها من الامور اللي دائما يكون في توصيات من قبل وزاره الصحه ووزاره الداخليه. شاكرين لكم اكيد وزاره الداخليه وعقيد فعلا على هذه الامور اللي قاعدين تقومون فيها والمجهود الكبير، وايضا اليوم اكيد لكم كثير من المجهود ومسؤوليه كبيره. نتمنى ان يكون في تفاهم من قبل الجميع وايضا يعاونونكم في هذه المسؤوليه. هذا واجبنا تجاه وطننا، واحنا متواجدين ان شاء الله وراح نكون دائما ان شاء الله في الميدان، ونتمنى الواجب الوطني من اخواننا المواطنين. صحيح. والمقيمين تجاه بلدهم بتطبيق مثل هذه والتعاون معنا ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك. صحيح. وشكرا لوزاره الداخليه على جهودها. مشاهدينا بكذا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، اقول لكم مع السلامه.